وإلى أخبار المحترفين، حيث حقق النجم المصري بصفوف ليفربول الإنجليزي محمد صلاح رقما قياسيا جديدا في الدوري الإنجليزي بعد تسجيله هدف في الفوز الكبير للريدز على حساب وستهام برباعية مقابل هدف أمس. وسجل صلاح بقميص ليفربول 31 هدفا منذ انضمامه في مطلع الموسم الجاري، منهم 23 هدفا في الدوري سجل بقدمه اليسرى، منهم 20 هدف ليحطم الرقم القياسي الخاص بالنجم السابق روبي فاولر والذي سبق له وسجل 19 هدفا بقدمه اليسرى في موسم واحد. وما زلنا في انجلترا، حيث يخوض فريق أرسنال والذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد النني المباراة النهائية لكأس الاتحاد الإنجليزي ضد مانشستر سيتي اليوم. وانطلقت المباراة منذ قليل على ملعب ويمبلي، وقد سبق لأرسنال الفوز بالبطولة مرتين، وكان من المقرر أن يلتقي أرسنال مع السيتي في الجولة 28 للدوري، ولكن تم تأجيل المباراة لتقام يوم الخميس المقبل من أجل إقامة لقاء نهائي اليوم. وإلى السعودية، والبداية من الأهلي، حيث شارك مؤمن زكريا في تأهل فريقه أهلي جدة إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين عقب الفوز الصعب على الفيحاء بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق. وشارك زكريا في المباراة من بدايتها وخرج في الدقيقة 66 لينجح فريقه في التأهل عبر ركلات الترجيح بنتيجة 4-3. وينتظر الأهلي المتأهل من مباراة القادسية والفيصلي والتي ستقام اليوم. وفي نادي الاتحاد، أعلن النادي غياب محمود كهربا لاعب الفريق عن المران اليوم بسبب تواجده في روسيا لارتباطه بتصوير إعلان هناك خاص بمنتخب مصر، ويعود اللاعب إلى تدريبات فريقه غدا استعدادا لاستئناف مباريات الدوري وكأس خادم الحرمين. ويلعب كهربا في صفوف الاتحاد منذ الموسم الماضي معار من نادي الزمالك.